الفن هو موطن الإبداع والجمال، وكما أن للإنسان ذاكرة فللفن ذاكرة أقوى وأعمق. يمكن للوحة فنية واحدة أن تأخذنا إلى زمان ومكان بعيدين، نمد يدنا لنتحسس تفاصيل أبهرتنا، وكأن القلب محتاج إلى أن يلامس شغف الفن. ولكل فنان حكاية، بل حكايات امتزجت ما بين الواقع والخيال، لترسخ في الوجدان تفاصيل كثيرة عاشها وسط جموح الموهبة ورهبة البدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أسماء علي بن حيدر، فنانة تشكيلية. بداياتي كانت من وأنا صغيرة، اكتشفت أني أنا أقدر أني أنا أرسم. ما عندي في البيت ناس يعني فنانين، بس كانوا دائما يشجعون أن نحن نسوي شيء في البيت، يعني بدل ما أن نحن قاعدين ما عندنا أي شيء نسويه، أن نحن نرسم، نكتب، نقرأ قصص. كان أبوي يحب دائماً أن يشجعنا على أن ننمي مواهبنا. فبديت بالرسم، وفي المدرسة نميت هذه الموهبة أكثر. تبنتني مدرسة التربية الفنية، لاحظت أني أنا عندي مواهب تختلف عن الباجين. بدأت تشاركني في معارض، وكل سنة قاعد يزيد عندي الشغف أني أنا أكون فنانة صغيرة، بس أشارك في أشياء مختلفة تماماً عن الباجين. بديت أشارك في معارض داخل المدرسة وخارج المدرسة، وبديت أقرأ في كتب الفن، وشجعتني المدرسة أكثر. وعندي يعني كنت دائماً ألاحظ الفنانين العالميين وأشوف طريقتهم في الرسم. قريت عن المدارس الفنية، سواء كانت المدارس التكعيبية، التجريدية، والسريالية. الفن اللي أنا أحس أني أنا اكتشفت نفسي فيه هو الفن التجريدي. أنا درست نفسي بنفسي، وما ألاحظ أن في فرق أن الإنسان يكون أكاديمي في الفن أو أنه يكون هو يبني نفسه بنفسه. كنت دائماً من وانا صغيرة أسمع عن ليوناردو دافنشي وعن بيكاسو، يعني هم أكثر اثنين يعني أنا وايد تأثرت فيهم وعجبت بشغلهم جداً جداً. يعني قمت أقرأ كتب يعني تخص دافنشي وطريقته في الفن. الفنان محتاج إنه يقرأ كتب. إذا أنا مثل ما قلت وطرقت إن الفنان إذا ما كان أكاديمي يقدر أنه هو يقرأ الكتب ويتثقف أكثر في أمور الفن، وهذه راح تساعده كثير في أنه يطور من فنه. طبعاً الإنسان لازم يتطور، ما يكون مثل ما هو. أني أنا بديت بالفن واستمريت لحد ما وصلت في النقطة اللي أنا فيها الحين، ألاحظ أنه في تطور في الشغل اللي أنا أشتغل فيه. الفن مهم لحياة أي إنسان، سواء كان هو فنان أو إنسان عادي، لأن حتى الإنسان عادي لو شاف مثلاً مر على لوحة وشافها يعني وأعجب فيها، يعني تلاقي مشاعره كلها تغيرت، إنه حس إنه في يعني في شيء يعني جذب لهذه اللوحة أو هذا النوع من الفن. في مرحلة المتوسط أذكر أن كانت معلمة التربية الفنية كانت تعطينا
عنوان عشان نبدأ نرسم فيه لوحة. وأذكر أن عندي مجموعة صديقات كانوا ما يعرفون يرسمون أو ما يحبون يعني، فيعرفون أن أنا أقدر، فأنا كنت أقدر أن أرسم 6 أو 7 لوحات بمختلف الأفكار في نفس الوقت. فكنت أنا فعلاً ذاك اليوم أذكره أني رسمت 6 لوح مختلفة الأفكار في نفس الوقت، وطبعاً المعلمة أعطت النتيجة النهائية حق كل مجموعة. طبعاً كل فنان يتعرض للصعوبات، يمكن أكثر صعوباتي هي أني أنا أم وزوجة وربة منزل، فأحس أن هذا جداً جداً صعب علي أني أنا أني أكون فنانة في نفس الوقت أكون أم. يعني الفنان لازم يأخذ وقته، يأخذ جوه، يأخذ يعني، ويكون أنا يعني عن نفسي أحب أشتغل من فردة، أحب أشتغل في مرسمي الخاص، فشي طبيعي أن ألاقي صعوبات أني أنا ما أقدر أكمل العمل وأنجزه في وقت يعني بسيط، أخذ وقت أطول، فهذه من صعوباتي يعني. يعني أنا كنت أقدر أنجز. إذا أنا أذكر مرة كان عندي معرض وأنجزت لوحة كانت أكريليك، أنجزتها بخلال 3 أيام. طبعاً هذا يعتبر إنجاز لأن صعب إن الفنان يخلص شيء في 3 أيام، بس هو ياخذ وقت. يعني انا عندي الحين صارت تطول اللوح، صارت تطول عندي مع ان انا ارسم اكريليك، يعني الالوان الزيتيه هي اللي تاخذ وقت، وانا صار لي فتره طويله وقفت في رسم الزيتي. يعني انا الحين قاعده اشتغل كله على الالوان الاكريليك، احب اني انا اشتغل في مرسمي الخاص، واحب اني اشتغل بهدوء. طبعا بخصوص اني انا اقدر اني انا ارسم برا في الاماكن، في اي مكان خارج يعني المكان المرسم، اقدر اذا كانت هي عباره عن رسمات، مجرد رسمات سكتش. كون انا دائما لما اطلع يكون عندي دفتري الخاص باحجام مختلفه، ما استغني عن قلم اقلامي او عن دفتري الخاص وانا طالعه. فساعات فعلا ابدا اشتغل، احس اني انا قاعده في مكان وعندي وقت وقاعد اشتغل بطريقه السكتش اللي هي الطريقه اللي هي بالقلم الرصاص وعباره عن مقاطع سريعه. نتكلم عن الجانب الأكاديمي. التحقت بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بقسم الخط العربي، تعلمت الخط الرقعة والخط الديواني، وقاعدة أشتغل من الخط العربي أكون فيه لوح، دمجت الرسم بالخط العربي وطلعت ما شاء الله، يعني إن في عندي إبداعات في هذا الجانب. نتكلم عن الورق الذهب وكيف أقدر أني أنا أشكله، أو أن هذه تقنية ورق الذهب اشتغلت فيها بكذا لوحة من لوحي، هي عبارة عن مثل شرايح صغيرة نقدر أن نحن نشكلها، نحطها على اللوحة ونبدأ بالفرشاة أن نسوي لها مثل السحب وتطلع يعني شكل جميل، يعني يجمل اللوحة. اشتغلت الخط العربي في كذا لوحة عندي، اشتغلت بالخط الرقعة لرباعيات الخيام وهي عبارة عن لوحة شاركت فيها في معرض الفجيرة، معرض أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.
شاركت بعدة لوح لي في الخط العربي، واللوح اللي اشتغلت فيها خط مع رسم، شاركت فيها بكذا معرض، وعندي يمكن آخر معرض لي كان هو معرض معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، شاركت فيها بلوحة بالخط العربي ممزوج مع ورق الذهب. اللوحة كانت عبارة عن خط ديواني، وكانت ما شاء الله يعني لاقت كثير من الإعجاب لرواد المعرض. وكذلك شاركت فيها في معرض عجمان، معرض المربعة، وعندي كذا لوحة شاركت في كذا معارض. طبعاً كل فنان محتاج إنه يشارك في معارض دولية ومعارض داخل الدولة أو خارج الدولة، لأن هي تزيد أي فنان بثقته بنفسه. كل فنان محتاج إنه يلتقي بزملاء الفنانين، يتعلم منهم بعض التقنيات باستخدام استخداماتهم للوحهم. فأنا ألاحظ أن المعارض جداً مهمة لأي فنان. طبعاً أنا شاركت عندي كذا لوحة بمعارض خارج الدولة في مصر وإيطاليا، وأنا طبعاً جداً سعيدة أني أنا أشارك في معارض خارج الدولة، لأن طبعاً هي هذه ثقافات. ممكن لما تشارك بأي معرض خارج الدولة أنك أنت تكتسب ثقافة مختلفة تماماً عن الثقافة اللي أنت تعيشها أو اللي أنت مكتسبنها. الثقافات الخارجية سواء في الفن التشكيلي أو في الخط العربي هي مهمة لأي فنان، أن يلاقي الفنانين الآخرين كيف طريقتهم في التفكير وفي الرسم، وهم دائما كل إنسان ينقل ثقافته عن طريق يعني اللوح أو عن طريق أي يعني تقنية هو يستخدمها. طبعا الخط العربي خط يعني مجال جدا جميل. يعني أنا لما فكرت أني أنا أدرس الخط العربي أكاديميا اكتسبت وايد أمور يعني أنا ما كنت أعرفها عن الخط العربي. كنت أعتقد أن الخط العربي مجرد أن أنت تمسك القلم وتكتب، لا، لها أمور وأدوات مختلفة تماماً عن اللي إحنا نستخدمها دائماً. في الخط العربي عندهم أقلام معينة، أحبار معينة، حتى الورق اللي يكتبون عليه جداً مختلف عن الأوراق العادية. طبعاً في الخط العربي واجهت صعوبات، لأن لكل خط يعني الخط الرقعة كان أنا كنت أشوفه سهل بالنظر، بس لما جيت وطبقته لاحظت أن في يعني أحرف مختلفة تماماً عن اللي إحنا نكتبها، فلاحظت أن يعني كانت في صعوبات عندي في البداية. أنا درست الخط الرقعة والخط الديواني، طبعاً في الخط النسخ وفي خط الكوفي وفي الكوفي المصحفي، ف يعني طبعاً أنا خاطري أتعلم الباجين. يعني عندنا الخط الكوفي المصحفي جداً جميل وأحس أنه فني أكثر. أما أنا حالياً أميل للخط الديواني لأنه وايد ياخذ من اللوحة، تحس أنك تقدر أنك تجمل اللوحة بالخط الديواني. وبعد عندي أنا أن الخط الديواني حسيت فيه أنه جداً يعني جداً مريح في القراءة أو في الكتابة. أنا عندي يعني نصيحة لكل أم، لكل أب عنده عيال في البيت،
يحاول انه يتقرب منهم. ما في طفل ما يعني لازم الا ما يكون عندك طفل موهوب في البيت. الموهبه يعني هذه شيء هي ما تكتسب بس هي من رب العالمين، وممكن او هذا الطفل يكون موهوب بس محتاج الشخص اللي يعني اللي يدعمه، الشخص اللي حواليه. فما في يعني كل الاطفال حواليهم ابوهم امهم يعني الحلقه الاولى منه من اللي حواليه. تشجعه، إذا كان عندك موهوب في البيت لازم أنك أنت تشجعه وتكون معاه، تسجله في أي مراكز تخص الفن أو أي مراكز تخص الموهبة اللي هو موجودة في داخله، ووصله لمرحلة الشغف، وبعقبها إن شاء الله هو براحة راح ينطلق، راح يصير فنان يعني يرفع رأسك في يوم من الأيام. طبعاً كل فنان يعكس نفسه ويعكس دولته، يعكس الثقافة اللي هو تعلمها. فأي فنان لما يشارك في معارض وورش يقدمها خارج الدولة أو يشارك في معارض خارج الدولة، يعني هو يفتخر في نفسه ويفتخر في دولته. طبعاً أنا دائماً أحب أتعلم أشياء جديدة، ما أحب أوقف عند نقطة معينة. فالتحقت بمركز الشارقة للخط العربي والزخرفة، وبديت أتعلم طريقة زخرفة المصاحف. طبعاً أنا صار لي الحين يعني مجرد حصتين، بس أحس أنه يعني صدق هذا في شيء يعني مميز في زخرفة المصاحف، لأنه راح تساعدني مستقبلاً في الخط العربي، ومستقبلاً كيف أني أنا أكون لوحة كاملة من زخرفتها ل انتهاءً بالجملة اللي أنا راح أصلها. طبعاً كل فنان له خطط مستقبلية. أني أنا يعني يمكن أكثر شيء أتمنى أني أنا أوصل لمرحلة أني أنا يكون عندي معرض مرسمي الخاص، مو في البيت، خارج البيت. يعني أحب أني أستقطب فيه الأطفال، أحب أني أستقطب فيه الفئات الفنية اللي يحبون أن يلاقون مكان يمارسون فيه شغلة الرسم والخط وأي نوع من أنواع الفن. وطبعاً أي فنان يحلم أنه يكون عنده معرض خاص فيه، دائماً يعرض فيه لوحاته الخاصة القديمة والجديدة. دائماً كل فنان يحب أن أعماله تطلع للناس. يمكن أكثر ما يشعر فيه الفنان بالسعادة هو لما يشوف الناس يعني ملتمة حوالين لوحة من لوحة. أنصح كل فنان إنه يستمر في هذه المسيرة، إنه ما يوقف ولا يخلي أي صعوبة من صعوباته في الحياة إنها هي تعرقل عليه مسيرته الفنية، ويثقف أكثر في مجاله في الفن، يشارك أكثر. يعني يشارك في معارضه الفنية داخل الدولة أو خارج الدولة، وإذا جت أي فرصة ينتهزها، وأنه يتبع شغفه في مسيرته الفنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر محمود، مدرس فن الخط بمركز دبل حصن الفنون. سنتكلم اليوم عن شقين في تعليم فن الخط، هو الشق التعليمي والشق الفني.
الشق التعليمي هو خاص بتحسين الكتابة الاعتيادية اللي هي الكتابة اليومية للفئة العمرية الصغيرة. أغلب الفئة العمرية المستهدفة في الخط الاعتيادي هي الفئة العمرية الصغيرة، إلا إذا أحد من الفئة العمرية الكبيرة يريد أن يحسن خطه فبيكون له منهج معين غير منهج التعليم الفني أو الخط العربي بشكل متخصص أكثر. بيكون القواعد أبسط، الأقلام أو الأدوات المستخدمة تكون بشكل مبسط، هي عبارة عن قلم رصاص، الورق العادي المسطر أو الورق بدون تسطير حتى. أما الشق الفني فله أدوات كثيرة، خامات مختلفة في التعامل مع الخط من حيث القواعد العامة للخط أو الأدوات المستخدمة، حيث تستخدم في أقلام القصب المختلف أو الأقلام المعدنية أو حتى أقلام الخط اللي هي الصناعية. طبعاً بيكون شكل الأعمال اللي هو الشق الفني بيكون من خلال أعمال فنية مختلفة أو بعض كتابة مثلاً المصاحف أو كتابة الكتب ذات الطابع اللي يكون ذات أهمية مثل الأشعار أو الكتب الأدبية. طبعاً ممكن استخدام الشق الفني أيضاً في العمارة، العمارة الإسلامية مثلاً في المساجد أو بعض المباني الهامة ذات الطابع الإسلامي، مثل طبعا في من أهم البنايات التي تم تنفيذ فيها الخط بشكل فني كبير وهي ندوة الثقافة والعلوم بدبي، على الجدار على شكل نحت على الرخام بشكل بديع جدا بخط الثلث الجلي. واليوم أيضا سنتكلم عن جزء آخر من الجانب الفني للخط العربي وهو ما يسمى بالخط المعاصر أو الحرفيات. والحرفيات كل يوم طبعاً بيكون في جديد وتستقطب جمهور كبير طبعاً من الخطاطين أو الفنانين التشكيليين، يعني لأن طبعاً الحرفيات هي أكثر التعامل معها بأدوات مختلفة عن الخط الكلاسيكي. بتكون الخامة الأساسية بتكون هي اللون أو الفرشاة أو استخدام السكين في بعض تنفيذ الأعمال المجسمة مثل الكتابة مثلا بالمعجون أو بالقص أو بخامات مختلفة جدا. يعني خامات الحرفيات بتكون خامات أو أدوات غير المستخدمة في الجانب الكلاسيكي، طبعا تمتاز بالشكل الحداثة، عدم التقيد بقاعدة معينة، بتكون حسب ثقافة واطلاع الفنان نفسه. وكل طبعا فن الحرفيات بيكون خاص بكل فنان، يعني حسب هو يعني مخرجاته الفنية أي كان ميولها، يعني مثلا هل هو يعني يحب تكون الحروف بشكل مجسم منحوتة أو عن طريق اللون بشكل مميز. يعني فئة الحرفيات استقطبت كثير، غالبا بيكون من الشباب يعني المختلف مثلا في عن الفكر الكلاسيكي، يعني أغلب الشباب الذين يعني يمارسون الحرفيات بيكون لهم فكر مختلف تماماً عن الفكر الكلاسيكي، يكون ميوله أكثر بالميول الفني التشكيلي. وطبعاً دولة الإمارات العربية المتحدة لرعايتها المستمرة للنهوض بفن الخط العربي كان لها نصيب الكبير من التنظيم المعارض الدولية، المسابقات الدولية في القسم الشقين، شق الفئة، فئة الخط الكلاسيكي وفئة الحرفيات. ودائما ما نرى أي معرض أو أي مسابقة إلا ونجد القسمين، قسم الكلاسيكي وأيضا قسم الحرفيات. وأيضا من الأشياء المهمة في تعلم الخط العربي هو طبعا
الجزء الأساسي هو الحفاظ على التراث، التراث الإسلامي، الفن الإسلامي بشكل عام. وأيضا لو نظرنا في الجانب التعليمي هنرى أيضا هو بيكون مهم جدا للنشأة والجيل الصاعد في تنمية مهاراتهم اليدوية في الكتابة، لتحسين خطوطهم وزيادة شغفهم بمعرفة التراث. يعني لما يكون الطفل أو الطالب الصغير ومن هو صغير بيتعود على الكتابة بخط حسن، هذا الشيء طبعا بيزيد من ذائقته الفنية، مما يؤدي إلى احتمالية كبيرة اللي هو يتعلم فنون أخرى ويزيد من تطلعاته الفنية وتنمية مهاراته. طبعا في نهاية لقائي معاكم، من أهم الخطوط بالنسبة لي كخطاط متمرس من فترة طويلة هو طبعا أكثر شيء هما خطين، خط الثلث وخط النسخ، إلى أني قد تعلمت خط النسخ بشكل أكبر في البداية ثم خط الثلث. وطبعا كل خطوط أحبها، لكن هم هذان الخطين يعني بالأخص هم ما يجذبون يعني أكثر. طبعا كل الخطوط أحبها، لكن بالأخص خط الثلث والنسخ هم أكثر خطين بيجذبوني أكثر يعني في الخطوط العربية يعني بشكل عام.